الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من العبادات تاسعا صلاة العيد، يأتي المصلى ويشهد الخير مع الناس ويصلي العيد ويسمع الخطبة ولا يفوته اجتماع المسلمين ويتصافحون تقوية لأواصر المحبة والمودة بين الناس، وبقول تقبل الله منا ومنكم. عبادة عظيمة جدا، إن لم تتيسر في المصلى وتيسرت في المساجد فنصلي، فإن لم تتيسر لا في المصلى ولا في المساجد لا نتركها ونصليها في البيوت ونؤديها. فصلاة العيد صلاة مؤكدة جدا، أوجبها بعض أهل العلم وقالوا بوجوبها، فنتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.